أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماح للخطيئات. نودي أن بورك من في النار ومن حولها في آية نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فمن تلك البقعة حصل النداء، وفي تلك البقعة حصل ظهر التجلي الإلهي. كان شيخنا رضي الله عنه يقول أنا أفضل من شجرة موسى، أنا أفضل من شجرة موسى. فقد يحصل الفيض الإلهي على قلب العارف بالله فيستفيد من هذا الفيض الإلهي المريد الذاكر، المريد الخاشع المخبت المتقي التائب المنيب. فالتجلي الإلهي يظهر لكل طالب بحسب التجلي الإلهي. المفروض في الخلوة يصير الحال لسيدنا موسى وهو في الطريق مسافر، أتى الفيض مرته عمال إيش تطلع. المهم أن تستديم ذكر الله، أن تستديم حضور قلبك مع الله. شيخ عبيد الله أحرار يقول وجد من يسخن الماء للمريدين ويهيئ الطعام لهم وجده يلغو ويعبس في كلامه أثناء تسخين الماء وأثناء طبخ الطعام. يقول فغضب الشيخ وكاد أن يضربه بالعصا وقال له ماء يسخن بلهو ولعب إذا توضأ منه متوضئ بدل أن يعين على ذكر الله يعين على الغفلة وقسوة القلب. وطبخ وطعام يطبخ على الغفلة يورث الغفلة وقسوة القلب. يا عيني عندما بده يشعل الحطب قلب بده يكون ذاكر، وإذا كان عم يطبخ بده يكون ذاكر، وإذا كان طالب العلم أكثر أوقاته كله غفلة نص ساعة قلب يذكر الله. ما الله قال هيك، الله قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إيه هذا يا ابني، هذا ما امر شرعي. اذكروا الله هذا ما امر شرعي مثل اقيموا الصلاه. الصلاه يا ابني والوضوء والله هي وسائل لهذه الثمره، ولكن لا تكون هذه الثمره الا بوجود الشجره. اذا بتعمل مشمش من غير شجره هذا مشمش بلاستيك، تفاح من غير شجرة تفاح من كوشوك. إيه بيطلع تفاح أصلي، تفاح الأصلي اللي بيطلع من شجرة التفاح.